بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده الحقيقه حلقه مميزه، حلقه مليئه بالابطال. وقبل ما اتكلم عنهم واقول لحضراتكم محتوى حلقتنا، لازم ابارك لفريق كره السله رجال اللي حقق فوز مهم النهارده في مشواره في دوري المرتبط للدفاع عن اللقب، واحنا حامل لقب دوري المرتبط العام الماضي بفوز مهم على نادي الزمالك مرتبط وكبار، مرتبط بقيادة الكابتن إسلام الكيلاني اللي استطاع النهاردة أن يفوز بفارق تقريبا 28 أو 30 نقطة على فريق نادي الزمالك المرتبط. والساعة 5 النهاردة انطلقت مباراة الرجال، واستطاع الرجال وهم مش في أفضل حالاتهم، ولكن المهم جدا أنت تكسب، عندك من الخبرات أن أنت عندك دروب، عندك إيهاب أمين لسه راجع من الإصابة، عندك سيف سمير لسه راجع من الإصابة، إزاي تكسب النهاردة وأنت بتجهز لعيبتك، فكان مهم جدا. ألف مبروك، خطوة مهمة. يبقى فوز المرتبط يوم الجمعة القادم الساعة 1 ظهرا، و نضمن التأهل للنهائي إن شاء الله. ننتظر الكسبان من الأهلي من الجزيرة والاتحاد إن شاء الله في الفاينل اللي هيتلعب هنا على مجمع الدكتور حسن مصطفى. يا رب إن شاء الله يبقى دوري المرتبط الرجال ويبقى كرة السلة بتعيش أزهى عصورها في النادي الأهلي هذا العصر. نروح لحلقتنا النهارده، حلقتنا مليئة بالأبطال زي ما قلت لحضراتكم. عندنا فرقة منتخب الحقيقة حقق إنجاز كبير جدا جدا، وإحنا الحقيقة في برنامج الأبطال كنا دايما متابعينهم ودايما شايفين المجهود اللي بيبذل في هذا الفريق، الا وهو منتخب مصر لكره الطائره جلوس. كان بيلعب بطوله العالم في الفتره من 1 ل 12 نوفمبر الحالي، اتلعبت في البوسنه والهرسك، والحقيقه حققوا انجاز رائع، انجاز تاريخي، الحصول او وصولهم لدور قبل النهائي وحصدوا المركز الرابع مع ضيق الامكانيات الحقيقه، وكان الاعداد قليل، ولكن هو ده المصري، هي دي الاراده، هي دي التحدي. النهارده هيكونوا معانا ابطال الفريق، وهيكون معانا رئيس البعثه، وهيكون معانا كمان المدير الفني اللي هنرحب بيهم. بس لازم اشير اليه هذا الانجاز الكبير، وزي ما قلت لحضراتكم احنا برنامج الابطال دورنا ان احنا نحط الضوء على هؤلاء الابطال. الحقيقه كتبوا اسمائهم من ذهب، العالم كله كسبوا، هولندا كسبوا، كندا كسبوا، المانيا كسبوا، فرق كبرى في هذه الرياضه. مش كده بس، عندنا في بعض اللاعبين حصلوا على كؤوس فرديه، فاذا هو انجاز ما بعده انجاز، وكان لازم يكونوا النهارده معانا. اي نعم هم ليسوا فريق في النادي الاهلي او ما فيش لعيبه منهم في النادي الاهلي، ولكن اسم مصر هو الاسمى، منتخب مصر هو الاساس. النهارده خلينا نرحب بضيوفي. خليني ابتدي طبعا برئيس البعثه الحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا ورسم السياسات، وكان ليه كبير دور كبير في مؤازره هذا الفريق. برحب بالدكتور عادل عرفات. اهلا بك يا دكتور رئيس البعثه. اهلا وسهلا استاذ عيسي. اهلا وسهلا قناه النادي الاهلي، والف منهم مبروك. ده النور قناه الاهلي منوره بيها، ربنا يخليك يعني شرفنا، والف منهم مبروك. اشكرك، الله يبارك فيك حبيبي. بنرحب طبعا بالكابتن محمد رؤوف المدير الفني صاحب طبعا هذا الانجاز فنيا. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا استاذ هيثم، واهلا بكل رجاله النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. منورنا يا كابتن. شكرا يا فندم، والله خير. نروح على اللعيبه طبعا اصحاب هذا الانجاز، كابتن هشام صلاح اللي برحب بيه. اهلا بيك كابتن هشام. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، والف مليون مبروك على هذا الانجاز الكبير. ربنا يخليك، ده نور حضرتك وكل القناه. بنرحب بالكابتن السيد موسى نجم الفريق، وطبعا من احد اللاعبين اللي كان ليهم دور كبير. الف مليون مبروك يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا كابتن، ومتشكرين جدا على الاستضافه الجميله دي من النادي الاهلي. ده احنا اللي بنشكركم على طبعا هذا الانجاز الكبير اللي شرفتوا بيه مصر كلها. الحمد لله رب العالمين. طيب خلينا نروح لدكتور عادل. دكتور، يمكن اجل حضرتك في السياسات والاعداد وفتره الاعداد والاستعداد لبطوله العالم، وكيف تاهلنا لهذه البطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاتحاد رسم السياسه بالنسبه لهذا الفريق على اساس ان في بطوله عالم وفي باريس في 2024 البطوله البرلمانيه الدوليه، فكان لازم نعبر الاول في بطوله العالم. بدا معسكرات الاعداد بالنسبه لاهلنا ازاي يا دكتور الاول؟ هل ببطوله افريقيا ولا التاهل اللي بيقدم بيشارك على طول؟ لا، ده هو انت بتروح البطوله دي علشان تتاهل، وان ما تاهلتش تبقى في بطوله افريقيه بعديها. لا، البطوله العالم ليها مباريات للتاهل ليها، ولا انت يعني لعبنا ماتشات قبل بطوله العالم مثلا تصفيات عشان نروح بطوله العالم، ولا اشتركنا على طول؟ لا، ما انا بقول لسيادتك اهو، بطوله افريقيا، بطوله افريقيا. تمام، كان في بطوله افريقيا الاول. بطوله افريقيا هي المؤهله افريقيا على تطلع على بطوله العالم. ممتاز، الحمد لله هم تاهلوا، الحمد لله، ورحنا بطوله العالم. بدانا من هذا الحين للتخطيط لهذه البطوله. تمام، وتم الاعداد ليها الحمد لله، واتعملت المعسكرات بالنسبه للاعبين، وحسب الامور الفنيه وعلى حسب الامور الماليه التي تصاحب هذه الامكانيات. تم تعيين الاستاذ الكابتن محمد رؤوف، وفي برضه معاه الكابتن محمد بشير، بس هو ما قدرش يجي النهارده. كل التحيه طبعا لمركز الفني. كل التحيه طبعا. وبناء على ذلك تم الاعداد لهذا
هذه بدات معسكر النهائي للبطوله قبل البطوله بكام يوم يعني بشهر كان في معسكر الاول في مرسى مطروح وبعديها في معسكر بنزل ليه لان ما كانش في اماكن في المركز الاولمبي نعم. الاماكن مزدحمه جدا طبعاً. والفرق كلها متاهله وراحة بطولات عشان تتاهل لبطولات العالم نعم. فاضطرينا نروح معسكرات مع المعسكر يبقى في راس البر على اساس راس البر خلي بالك دي مدينه رياضيه بتخضع لوزاره الشباب والرياضه فعلا كويس ممتازه جدا هاي. وعملنا المعسكر هناك وبعد كده لما لقينا في فرصه للمركز الاولمبي في اماكن فضلت لان بدات الفرق تسافر طبعا بتشارك نقلنا المركز الاولمبي من يوم ما فضى بدانا نتاهل في المركز الاولمبي طبعا المركز الاولمبي هيبقى فيه امكانيات اكتر طبعا الجيم والجيم وكل الامور دي كلها وبعدين والاوتيل في قلب الملاعب ايوه الصلاه والاوتيل كمان نفس جنب بعضه فبناء على ذلك اتاهلنا الحمد لله وبدانا يعني الاعداد وفتره الاعداد والامور كانت ماشيه كويس جدا سافرنا على البوسنه وهرسك على طول يا دكتور على طول ما فيش مباراه حاولنا نعمل اعداد ايوه حاولنا في بلدين في بلد المانيا وفي البوسنه والهرسك فوجئنا في المانيا قال لك لا البوسنه لان كله برضو بيستعد عايز البطولة. يروح للبطوله مش عايزينكم تشوفوهم لا قال لك لا دي مرفوض طيب النقطه الثانيه لجأنا البوسنه والهرسك وبعتنا لهم قلنا لهم احنا عايزين نعمل عندكم معسكر على اساس نسافر قبلنا باسبوع للبطوله الرد كان ايه الرد كان في الميزانيات مرتفعه جدا التكلفه كانت التكلفه اللي احنا فوجئنا الحقيقه بالتكلفه كانت مرتفعه جدا فاذا دلوقتي احنا رايحين بطوله عالم وبطوله عالم مكلفه طبعا وفتره من 1/12 من 1 لا بصراحه فعلشان كده قلنا لا يبقى احنا هنتجه وخصوصا ان اللعيبه عندنا الحمد لله خبرتهم عاليه جدا لما لهم من مستوى عالي جدا فبناء على ذلك سافرنا متجهين الى البوسنه الحمد لله ربنا الحمد لله اخر كرم وبرده خليني برده بعد اذنك يا كابتن اروح لكابتن محمد المدير الفني كلمنا فنيا بقى يعني الفرقه يعني ايه فنيا اول ما بدات تتولى المسؤوليه تصورك كان ازاي؟ هل بنيت على اللي كان قبل منك ولا بدات تشوف اللعيبه اللي موجوده مين؟ هل كنت يعني فكرت فنيا ازاي في بطوله العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو اولا يعني انا مش غريب على المنتخب مصر هم كلهم اولادي واخواتي يعني من فتره طويله وكان الحقيقه ان هم اليوم كان اكتر من انجاز في دورات اولمبيه في سيدني وفي اتينا وفي ريو عملوا نتائج كويسه والحقيقه ان يعني برضو عايز اشيد بصراحه بالحقيقه بالشكر كل الشكر لمجلس اداره الاتحاد اللي ثقته فينا واختياره لينا وتحيه خاصه طبعا للدكتور عادل والدكتور وجيه حمدي كرئيس جهاز المنتخب كابتن محمد بشير كان له دور كبير طبعا في الاداء وفي تطوير الاداء وفي النتيجه الكويسه اللي احنا عملناها الدكتور سامح السيد طبعا طبيب الفريق وبشكر كل اللاعبين من اول كابتن فريق لحد اصغر لعيب طلع معانا كان معاك كام لاعب احنا الحقيقه كان معانا 12 لاعب خدنا معانا 2 او 3 لاعبين جداد اول مره يشاركوا ودي كانت بصمه لينا وبصمه للعيبه بصراحه لان اللعيبه القدام بخبرتهم وبحنكتهم في السنين اللي فاتت قدروا يحتووا اللعيبه الجداد ويعني الحمد لله بفضل الله ان احنا قدرنا نلاعب ال 12 لاعب اشتركوا في البطوله هو ده الانتصار الحقيقي ان انت عملت لله. جيل من 3 لاعبين جداد اول مره يشاركوا عشان يبقوا نواه لمنتخب وجيل بيسلم جيل يعني الموضوع مش هي الاسم مصر طبعا فده بتهيألي ده من اهم مكاسب البطوله طبعا طبعا دي من المكاسب الكبيره اللي احنا خدناها والحافز ودافع للفتره اللي جايه واستعداد الفريق دوت والباب مفتوح لاي لاعب لاي لاعب في بيشارك في الكره الطايره جلوس في الاتحاد البارلمبي المصري هو ليه حق الاختيار او دخول المنتخب ولكن انت بتخش المنتخب بمستواك الفني وباخلاقك لان ده كان عنصرين اساسيين احنا ماشيين عليهم والحمد لله الحقيقه الحمد لله اللعيبه اللي موجودين على مستوى عالي جدا طب انت بدات المعسكر بكام لاعب يا كابتن محمد يعني 12 اللي سافر والله الفتره كانت قصيره جدا في المركز الاولمبي احنا اتمرنا 25 يوم فما كانش يعني متاح ان انا اختار عدد كبير عشان ما شتتش التفكير فاحنا ركزنا على ال 12 دول اللي كانوا معاك ودول اللي سافرت بيهم تفكير سليم على فكره يعني فتره الاعداد
يبقى لازم اركز على 12 لاعب، ما عنديش وقت اجيب 20 لاعب واقعد اختار منهم، خلاص انا هختار واركز على 25. وده كان اختيار، او انا اتصور من وجهه نظري ان اختيار صحيح. تمام الحمد لله وربنا وفق الحمد لله. والحقيقه ان اللي عايز اقوله برضو عن اولادنا او عن ابطالنا، الحقيقه على مدار او على يعني فتره طويله جدا هم محافظين على انهم يبقوا من السته الكبار على مستوى العالم، ودي حاجه تتحسب لهم رغم كل الصعوبات اللي هم ممكن يقابلوها كفريق جماعي، لان حضرتك عارف الفريق الجماعي حاجه واللعب الفرديه حاجه. فالفريق الجماعي ده دايما بيحصل له يعني ايه تذبذب، مره عالي مره سنين تحت سنين فوق، اجيال مصابين بالظبط كده. فالحقيقه ان هم يقدروا يحافظوا على ان هم يبقوا من السته الكبار على مستوى العالم لمدار 20 سنه، فده ليهم كل التحيه. 22 سنه طبعا ولا حقه طبعا لان هو قائد المسيره يعني. وخليني برضه اجي لك كابتن هشام، طبعا حضرتك كابتن الفريق ويعني ما شاء الله كابتن محمد والدكتور عادل، يعني الحقيقه قالوا كلام يعني شاعر عنكم بصراحه، انتوا ابطال وتستحقوا الحقيقه كل فخر اللي انتوا بتحققوه لبلدكم. خليني اتكلم، انت اللعبه دي تاريخك معاها قد ايه؟ ابتديت معاها قد ايه؟ وشاركت كام بطوله مع المنتخب يا كابتن هشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا فعلا كنت يعني ما كنتش هتكلم تقريبا على البطوله قد ما انا كنت عايز استغل الحدث ان انا في قناه الاهلي، في قناه النادي اللي انا بسببه لعبت رياضه اصلا يعني. انا يعني انا اهلاوي صميم، انا والدي ما كانش لي في الكوره ولا في الرياضه عموما، بس حبيت الاهلي، بس انا حبيت الاهلي وخاصه الكابتن محمود الخطيب، يعني هو اللي حببني في اللعب، هو حببني في الرياضه عموما. ده مثل الاعلى على فكره، واحنا فخورين بيك ده الكلام ده بقوله مش عشان قناه النادي الاهلي، واحنا سعداء بيك. كل الناس عارفين ان انا لما حد يقول لي مسك الاعلى مين، هو الكابتن محمود الخطيب. فانا اتكلم عن الفرقه بتاعتنا. نعم احنا الفرقه بتاعتنا بدا طبعا من الجيل اللي قبلي، من اخر السبعينات يعني، جيل عظيم عمل اللي عليه وسلمنا الرايه في اول الثمانينات وفي بدايه التسعينات. انا لا بلعب في المنتخب من سنه 95 ما شاء الله، يعني في حدود 26 27 سنه ما شاء الله، تاريخ كبير. انا لعبت الحمد كذا دوره برالمبيه، ست دورات برالمبيه وسته كاس عالم ما شاء الله، ولعبت بقى كميه كبيره، ولعبت طبعا اربع بطولات قاريه، ولعبت بطولات افريقيه كتير وبطولات عربيه كتير، حصلت على القاب فرديه كتير. بس انا عايز ارجع بعيدا عني انا شخصيا عن الفريق نفسه. اتفضل. الفريق بتاع الكره الطايره جلوس هو من سنه 2000 تحديدا، عشان كده قلت للكابتن محمد 22 سنه. من سنه 2000 والفريق ده بينافس على ميداليه في خلال ال 22 سنه، يعني دايما بينافس من مش هنقول من السته الاوائل، هو دايما من الاربعه الاوائل، مره او اتنين بس بعيدنا عن الاربعه الاوائل. ولكن يعني في خلال الفتره اللي انا قضيتها في المنتخب طويله، انا دخلت ناشئ ودلوقتي انا 26 سنه بالظبط، انا اعتبر داخل ناشئ زي الكابتن المجموعه اللي خدها جديد معانا في كاس العالم، كنت اعتبر لسه جديد. وحاليا انا كابتن الفريق من 2014. اللي انا شايفه ان في خلال ال 22 سنه دول الكفاح كان كفاح داخلي فقط بصراحه، يعني الدعم اللي احنا حصلنا عليه خلال السنين دي السنوات دي كلها كان مقبول، بس مش بالشكل الكافي لفريق عالمي بيحافظ على نتائجه خلال 22 سنه. فانا بناشد كل المسؤولين كلهم جميعا، مش هستثنى حد قبل وبعد، ان احنا محتاجين نظره غير اللي احنا بتبص لنا بيها دايما. احنا فريق طالما حافظ كل العدد السنوات دي صحيح على مكانته العالميه، اعتقد انا نفسي يعني ده حلم انا اللي اشوفه في اللي بعدي، لان انا اعتقد ان انا ما اعرفش اقدر اكمل ولا لا. صح عليك، الجهاز الفني موجود والاتحاد ان شاء الله تكون عضو فعال، يعني حلمي الحقيقي ان انا اشوف الفريق ده فعلا واخد مكانته الحقيقيه في الاهتمام ان شاء الله. يعني هو فيه اهتمام بس مش بالقدر. انت طمعان في زياده عشان تحققوا انجاز اكبر. انا طمعان في الحق اللي هو الفريق ده فريق عالمي بيحقق نتائج عالميه، بيجيب دايما ميداليات اولمبيه، احنا جايبين ميداليتين اولمبيتين وميداليتين في كاس عالم، ومستحوذين على بطوله افريقيا في خلال الفتره اللي لعبتها كلها ويمكن قبل كمان. فاحنا فريق عالمي يعني، احنا فريق قوي. فبحس اللعبه مش سهله يا كابتن، خلي بالك برضه اللعبه الجماعيه صعبه حضرتك عارف. ده انت يعني كمان كره الطائره جلوس دي انت بتقابل دول اوروبيه بتاخد دعم فرقها من يعني من المسؤولين هناك او من اللي يعني الاتحادات بتاعتهم بتاخد دعم قوي جدا. يعني انت لا انت كسبتوا المانيا، كسبتوا كندا، احنا بنكسب ابطال عالم برضو. كل الفرق دي ابطال عالم والترتيب بينا يعني طالع نازل بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك اللي باقي من الفريق اللي انا بدات معاه سنه 2000 او 95 تحديدا هو لاعب واحد. كابتن محمد الحناوي. الباقيين كلهم يعني زي اي فريق بيتجدد وبيتغير مع الزمن يعني.
تمام. ورغم كل التغير اللي حصل محافظين على كل السنين اللي فاتت دي من اجهزه فنيه واجهزه اداريه، ما الفريق ناجح بتسلسل السنين دي كلها ناجح. انا بس يعني نفسي يحصل دعم اقوى ان شاء الله يحصل، عشان يحصل ميداليه لمصر. ما احنا طول الوقت بنسعى كل السنين دي ليه؟ لميداليه. احنا بنحب بلدنا، فاحنا عايزين ميداليه طبعا. فاحنا لو حصلنا على الدعم الكافي ومعسكرات والدفعه الكافيه، احنا ممكن في فرنسا نعمل ميداليه الحمد لله، ونعمل ميداليه جديده علينا ان احنا نلعب نهائي. احنا دايما بنلعب في مستوى الثالث الرابع، يعني حصلنا على الثالث كتير في بطولات عالميه، ولكن عايزين الطلعه دي محتاجه برضو شغل، محتاجه. انت بتتكلم من منطلق غيرتك على الفريق، وان انت 26 سنه أكيد أكيد. وشايف ان انت عايز دعم عشان عايز توصل لنقطه تبعد بيها كمان لابعد من اللي انت وصلت له. انا اقول لحضرتك في خلال الفتره دي حسيت احاسيس كده، مش من داخليا، لا بحسها خارجيا. يعني لما اجي طالع بطوله عالم زي دي في فرق غير مصنفه، يعني بره السته اللي فوق زي رواندا مثلا. بالظبط مثلا انا اعتبر ان انا بنتكلم على رواندا، الامكانيات اللي حصلت عليها رواندا فيما قبل بطوله عالم، هو ده الطبيعي اللي يحصل لفرقه راحت تنافس. هي مش راحت تنافس، معسكرات واحتكاكات وجهاز فني، يعني كتر خير الاجهزه الفنيه اللي بتشتغل معانا والاجهزه الاداريه. يعني انا هنقول ان الدعم اللي هم بيتصرف مش كافي، فبيعملوا اللي عليهم. يعني الجهاز الفني في البطوله دي مثلا كان قايم بكل الادوار، زي الادوار اللي هي المفروض مالهاش دعوه بالفنيه، نعم. ادوار اداريه وتخليص اوراق وفي السفاره وحاجات عشان كتيره يوفروا سفريه بعثه. هو تعاون مع الاتحاد، ما احنا كلنا عايزين ننجح، وهو الاتحاد عنده بادجت، يعني بيعمل اللي عليه بيعمل اللي عليه، وانتوا كلاعبين متقبلين ده عشان بليكوا هدف اكبر، هو اسمه مصر. بس انا بتكلم مصر. على الوضعيه الاساسيه للعبه، احنا لفريق منافس المفروض كل الامور دي تبقى سهله. انا كلاعب ما اشغلش بالي، انا فعلا اتقال لي كتير قوي في حياتي الرياضيه ما تشغلش بالك، فكر في اللعبه بس. تمام، انا نفسي اعمل كده، بس ساعات بضطر افكر في حاجات ثانيه، في حاجات ناقصه عايز افكر فيها ما هي مش موجوده. فدي دعوه مني لكل المسؤولين لدعم الفريق ده لحد فرنسا، عشان ان شاء الله انا بوعدكم اهو على الهواء، احنا لو خدنا الدعم الكافي هنجيب ميداليه ان شاء الله، هنلعب على الاول والثاني ان شاء الله فرنسا. واحنا طبعا يعني فخورين بيكم وفخورين باللي انتوا بتقدموه، حاجه يعني زي الفل. اجي لك يا كابتن السيد طبعا لاعب الفريق. خلينا نتكلم عن الفرقه اللي احنا لعبناها، يعني برضو الناس عايزه تعرف بطوله العالم كنا فين في المجموعه وقابلنا مين، طلعنا عشان مشوار. الناس تقول لك ما هو خدوا رابع عالم، ما اكيد كانت سكتهم مليئه بالورد زي ما بيقولوا. لا كلمني بقى من اول ما سافرنا لعبنا مين لغايه ما وصلنا قبل النهائي يا كابتن. طيب انا بس هستاذن حضرتك ابتدي من حيث ما انتهينا البطوله، يعني يمكن ان انا الفتره كانت قصيره جدا، يعني بنتهز الفرصه بشكر كل لاعبي منتخب مصر اللي كانوا معانا في المعسكر، بقول لهم كنتوا رجاله والحمد لله كنا قد المسؤوليه. بشكر الجهاز الفني واشكر الاتحاد. صحيح واجهتنا بعض الصعوبات، ودي طبعا مش هنركن، اكيد اثرت علينا نفسيا شويه، بس يعني الحمد لله رب العالمين قدرنا نلم نفسنا في الشهر دوت. هو ما كانش طبعا هو غير كافي بالمره، بس الحمد لله رب العالمين. رحنا هناك طبعا ماتشات احتكاكيه، يمكن الجهاز الفني الحمد لله وفر لنا ماتشين قبل البطوله. لعبناهم ماتشين ودين، وده الحمد لله. مع مين لعبتوا؟ مين لعبنا كندا ده وكرواتيا. فالحمد لله رب العالمين الماتشين خلصوا كمان 3-0 يعني. فاحنا ده يعتبر كان بالنسبه لنا ده يعتبر كان الماتشات الوديه اللي احنا عملناها قبل واللي هي كانت هناك ما هو الظروف ما كانتش متاحه غير ان احنا نروح بدري يومين ونعمل ماتشين ثلاثه هناك، وهو ده احنا في ماتش كمان في يوم لعبنا ماتشين في يوم عشان خاطر الوقت كان قصير بالنسبه لنا يعني. نعم نعم. فده طبعا الحمد لله بصراحه كلهم كانوا رجاله جدا، وتحملنا الحمد لله رب العالمين الصعوبات اللي احنا واجهناها طبعا فتره قصيره في المعسكر. مجموعتكم كانت مين يا كابتن؟ احنا كان معانا رواندا وهولندا. وكان معانا هولندا وكان معانا اتش فكرني اوكرانيا. وتاهلنا اول مجموعه الحمد لله رب العالمين. احنا تاهلنا اول مجموعه ومفيش غير واتخذ مننا شوط واحد بس. مين اللي خد منكم شوط؟ اوكرانيا. طبعا رغم الظروف اللي عندها برضه اعتبر رغم الظروف اللي عندهم هم 3-3 وتاهلنا اول مجموعه فالحمد لله رب العالمين. قابلنا كندا طبعا في دور 16 تمام، برضه ربنا كرمنا وفزنا الحمد لله. هي المفاجاه طبعا احنا اصلا طريقنا كان ماشي بعيد خالص عن المانيا. وقعت فيها دور كمان. هي المفروض احنا بعيد خالص عن المانيا، بس طبعا مش عايز اقول بقى لظروف ما فوجئنا ان الصبح ان الجدول اتغير والقرعه اتغيرت، ان احنا يا جماعه بعد ما كنا هنقابل كازاخستان هنقابل المانيا في دور الثمانيه. الله
طبعا حصل اعتراضات وحصل مشاكل، بس طبعا الاتحاد الدولي ما ولا سمع لحاجه ولا لحيت المنتو نادي. كان الحال قابلنا المانيا يكسب. قابلنا المانيا طبعا قابلنا المانيا في ماتش يعتبر هو بالنسبه لنا احنا كان نهائي مبكر، لان المانيا من يعتبر من عمالقه الكره الطايره على مستوى العالم ما شاء الله. دكتور عادل بيقول ان كنا عايزين المعسكر في المانيا، فانا فهمت على طول طالما عايز المانيا يبقى المانيا دي فرقه او يعني بلد ليها تكنيك معين في اللعب. المانيا ما شاء الله طبعا مصنفه دوليا، تاخد دعم قوي جدا يعني دعم دعم الله اكبر، فرقه متكامله جدا، دعم هيستيري ومنتخب قوي جدا. فيمكن احنا قابلناها كمان في ظروف صعبه بالنسبه لنا، احنا يمكن سافرنا طبعا الفريق عندنا ما كانش متكامل بعض العناصر، سافرتوا ناقصين كان في اتنين لعيبه عندنا كده لظروف ما يعني اتاخروا ما حصلش نصيب. فطبعا كون ان احنا نلعب في ظل يعني الظروف يعني ما جوش ولا اتاخروا؟ لا ما جوش، لا هم ما جوش المعسكر يعني كان عندهم ظروف ما كده فما حصلش نصيب. طب وانتوا بتلعبوا المفروض اللي بتسجل 12 لاعب، كنت بتلعبوا 12 لاعب؟ بنلعب 12 الحمد لله رب العالمين، بس اللي جاي اللي كانوا معاكم مش كاملين. ما احنا سافرنا 12 بس كان في اتنين من الارض مش موجودين لظروف يعني حصلت كده ظروف شخصيه، بس يمكن دي كانت يعني دي يعني كنت شايف ان هي كانت ايجابيه لينا الحمد لله رب العالمين. ان احنا يا جماعه احنا رجاله تحت اي ظرف من الظروف، ويمكن دي كانت فرصه للجهاز الفني ولينا الحمد لله ان يطلع ناس جديده زي زكريا كابتن محمد كان بيقول لسه كابتن محمد يمكن احنا عندنا ما شاء الله احمد زكري وعمل حاجات كده فاحنا ناشئ في وسطينا كابتن محمد. الصوره دي معلش انا عايز اعلق على الصوره دي يا كابتن. الصوره دي كان مين بقى اللي طاير؟ ما هو ده زكريا لسه ده زكريا ده احنا قلنا دي صوره. بص الصوره هي يا جماعه ده زيكو دي احنا قلنا صوره البطوله يعني بص استغربوا خالص يعني ده الطيران ده يعني ولا كان بيحاول يجيب كوره تاتش كوره كانت تاتش كانت ده زكريا كان من احد اللعيبه الجداد يعني ده الجداد اللي ان شاء الله هيكون لهم مستقبل باذن الله رب العالمين يعني العزيمه والاصرار انه يبقى راجع بظهره كده وناطط بالشكل ده لا وطاير في الهواء معلش اتفضل يا كابتن. الصوره دي بالذات نزلت على موقع البارافولي او الاتحاد الدولي للكره الطايره وكان عليها تعليقات جد كثيره جدا ايجابيه طبعا وايجابيه طبعا لصالح فريق مصر يعني او المحاوله اللي عملها زكريا دي من المحاولات النادره اللي بتحصل في اثناء المباريات يعني ما شاء الله لا حاجه عظيمه. شوف تعبيرات هشام هو باصص له باصص له شوف في اصرار يعني شوف باصص له يعني مبهور بالمبهور ده ماتش هولندا هولندا مبهور بالحركه اللاعب ده هو ايراني بس محترف يعني لا بص في الوشوش كلها ده طبعا موسى يعني ده طبعا بسم الله ما شاء الله كلها ده بس ده انا لا اللي جنبك انت ده ولا ده كابتن احمد خميس طبعا ميسو جنبك لا ما شاء الله احنا يمكن الظروف اللي احنا مرينا بيها كانت كفيله ان احنا الحمد لله نبقى متماسكين يعني. طب ماتش المانيا بقى ماتش المانيا ارجع له سيبوا الصور يا جماعه احنا بنتكلم برضو خلي يعني الساده المشاهدين يشوفوا قد ايه الاصرار مطوع والخير طبعا كابتن مطوع ملقب في الشيخ يعني الصور دي قد ايه يعني تبين اصرار. طب ده ماتش ايه؟ بوسنا ده قبل النهائي قبل النهائي صاحبه الارض والجمهور طب كابتن سيد اتفضل يعني ماتش المانيا بقى ماتش المانيا بصراحه لما القرعه طبعا اتغيرت اكيد طبعا احنا كنا قلقانين مش يمكن القلق ده كان مدينا برضو يعني كده ده حافز في حاجه مش مظبوطه خليكم تقولوا في حاجه هتحصل فعلا انا القرعه معموله احنا قبل ما نمشي من هنا بلاش التصرف وقدمنا اعتراض فعلا زي ما السيد بيقول احنا قبل ما نمشي من هنا طبعا القرعه معروفه والمجموعات ودور الثمانيه وكل حاجه عارفين هتلعبوا مين فوجئنا بقى ان الموضوع حصل تعديل طبعا بس هو سبحان الله يعني دي كانت دفعه لينا جدا عملنا اجتماع بالكابتن محمد رؤوف الكابتن بشير والدكتور عادل والدكتور سامح عملنا اجتماع وطبعا الدكتور وجيه طبعا وجيه حمدي طبعا ربنا يديله الصحه يعني عملنا اجتماع يا جماعه اتكلمنا طبعا كلنا مع بعض ويا جماعه احنا يمكن تكون دي دفعه لينا ان شاء الله رب العالمين ومش عايزين نحبط نفكر في اي حاجه خالص احنا قدامنا هدف لازم ندخل مربع ونكسب تحت اي ظروف تحت اي حال من الظروف لان طبعا الحمد لله رب العالمين دخول المنتخب مصر مربع ده هيفرق معانا في التصنيف الدولي ان شاء الله في باريس 2024 الله ينور عليك وفي مجموعتك في مجموعه هنحط على راس مجموعه فده كان هيفرق معانا جدا ده بالنسبه لنا كان الهدف الهدف رقم واحد انا هدخل مربع الله ينور عليك ربنا كرمنا طبعا والفرقه الله اكبر يعني ربنا يحميهم كلهم كانوا رجاله في ماتش المانيا كسبنا الشوط الاولاني الشوط الثاني طبعا يعني المانيا فاقت شويه تعادلنا 1-1 الثالث والرابع الحمد لله يعني اخذناه باكتساح طبعا وان سايد جيم بلا منازع طب بص يا كابتن برضو انا يهمني معلش برضو عشان فضل. دي سمعه مصر وانا يعني شايف انتوا عملتوا انجاز كبير وخليني اجي لدكتور عادل يمكن اكيد سمعت تعليقات ايجابيه من انت حضرتك وانت قاعد في المقصوره وانت قاعد هنا وانت قاعد هنا لا مش في المقصوره قول لي انا قاعد قصادهم تحت طيب سمعت طيب ايه
التعليقات الإيجابية أو النظرة الإيجابية اللي شفتها عن مصر بره؟ الحقيقة أنا كنت مبهور جدا. أنا مع الفريق ده من سنة 90. ممتاز. من سنة 90 جيت لقيت المستوى بتاعهم. رجعت تاني للفريق لقيت المستوى عالي جدا. نعم. ناس محترفة بتعرفة. صحيح. آه الحقيقة أتكلم مع لعيبة بنتاليتي محترفة خالص. آه عارفة بتعمل إيه وعارفة هي رايحة ليه وعايزة إيه دي حقيقة وعايزة إيه وراح تحقق إيه. التعليقات كلها كانوا بيقولوا مصر هي دي مصر واخد بالسيادتك، وخصوصا ان هم كانوا في مركز باع قبل يعني في اللي فات خامس او سادس زي ما احنا كنا كاتبين للوزاره كده. فوجئنا بالمستوى العالي جدا بتاعهم بتصرف ناس محترفه بما يجعل وتعرضوا لمطب صعب وموضوع المانيا تتحط في طريقه البدري اكيد ده لمصلحه المانيا مش برضو مصلحتي. انا برضه عايز انبه للنقطه عشان الناس تفتكر ان احنا لما لقينا الموقف ده لا ما سكتناش طبعا قدمنا اعتراض وكذا طبعاً. لكن الاصرار بتاع اللعيبه واحنا قاعدين في الاجتماع عيونه بتقول المانيا يحطوا هولندا يحطوا اي حاجه احنا ما عندناش مشكله هنكمل. لازم هنخش المربع الذهبي وده الحقيقه ده اللي عجبني فيه. كابتن الفريق بيقول لك انا عايز اروح اول مجموعه. ايوه بيفكر لازم نخش المربع الذهبي ولازم احنا رايحين هدفنا الميداليه الهدف الاساسي بتاع الميداليه. ولو جيت بصيت للمباراه اللي كانت بيننا وبين البرازيل كنا ممكن نكسب البرازيل. شوف الفروق في عايز نقطه باينه للساده المشاهدين ان النتيجه جت 3-0 لكن بص من داخل الاشواط نقطه نقطه 25 24 نقطه نقطه والحسن حظ ان المباراه اتذاعت وكل الناس شافت اللعيبه يعني مش بقول كلام علشان لا اليوتيوب خش اكتب هتلاقي الماتش خش هتلاقي لا كانوا بيتفرجوا عليها في حين لايف طبعا كانوا دلوقتي خلاص المستويات فكل الماتشات مع البرازيل نقطه 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 يعني حضرتك شايف التعليقات الايجابيه على مصر قال لك كلمه جميله جدا قال لك ما هي دي مصر وكانوا فاهمين كلهم ان مصر جايه هتاخد الميداليه هتاخد ميداليه لكن قدر الله وما شاء لا ده انجاز كبير لا يا كابتن ده انجاز كبير وما يقلش ابدا من مجهود الكباتن برضه انا بوعد لو اللعيبه دي كراجل فني بقى سيبك من الاداره كراجل فني اللاعبين بتوعنا بتوع المنتخب لو هم خدوا الاعداد الجيد ليهم انا باذن الله باذن الله انا بضمن لهم الميداليه من دلوقتي. طيب خليني بس انا لازم اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين بستاذن حضراتكم عشان نستقبل كمان نجم من نجوم الفريق كابتن حسام مسعود بس لازم اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. اتفضل. اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما حضراتكم شايفين مكملين حوارنا مع طبعا ابطال رابع العالم ابطال مصر في الكره الطائره جلوس ورابع العالم وبالنسبه للكره الذهبيه دي كره يعني في الاتحاد الدولي ما بيديش كؤوس للكؤوس الفرديه بيدي الكره الذهبيه وحصل على احسن استقبال في هذه البطوله وعلى فكره الكباتن المنورين في الاستوديو كل واحد عنده كره واثنين وثلاثه في البيت بسم الله ما شاء الله لعيبه يعني على مستوى عالمي انضم لنا حسام مسعود نجم الفريق واحسن استقبال في بطوله العالم اللي فاتت اهلا بيك كابتن حسام اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وجاي النهارده جاهز بتيشيرت النادي الاهلي طبعا طبعا حضرتك عارف انت اهلاوي وجاي يعني مفيش هزار بحكي لحضرتك دايما احنا اصحاب وبحكي لحضرتك دايما عن اهلاويتي السوشيال ميديا يمكن اول مره نلتقي ولكن اتابع متابع على طول اخبارك على السوشيال ميديا اكيد يشرف مبروك على طبعا يعني الكاس ده او الكره الذهبيه دي احسن استقبال صح الحمد لله وليها طبعا حكايه يعني هنحكيها اتفضل بعد اذنك بسم الله الرحمن طبعا سعيد جدا جدا ان انا النهارده في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك وطبعا وزمايلي انا اصلا في المنتخب تقريبا بقى لي 20 سنه الحمد لله ما شاء الله من الجيل القديم مع الكابتن هشام طبعا والكابتن سيد انا طبعا بلعب صانع العاب اصلا فحصل ظروف زي الكابتن سيد ما قال الليبرو بتاعنا مع المنتخب الكابتن عبد النبي فما حضرش فقرر الجهاز الفني ان انا اسيب البوزيشن بتاعي الاصلي صانع العاب وان انا العب مركز الليبرو صعب قوي دي فمتخيل حضرتك صانع الالعاب ده عامل يعني ايه زي حاليا قفشه فهتقول له ايه روح العب مكان محمد عبد ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم فمتخيل صح الاختلاف صح الكبير ده فكر وده لعب وده طريقه واسلوب حقيقي طبعا ده اختبار كان اختبار كبير انا تقريبا ما حصلتش على اي جائزه عالميه فرديه قبل كده في مركزي اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله متميز فيه وعلى المستوى المحلي انا تقريبا 7 أو 8 سنين افضل صانع العاب في مصر متتالي بسم الله ما شاء الله طبعا كان اختبار كبير ساعدني بقى في كده زمايلي اللي موجودين بدعمهم وطبعا والجهاز الفني ان احنا واثقين فيك وان شاء الله مش هيبقى في فرق لان طبعا الكابتن عبد النبي افضل ليبرو في دوره الالعاب البارالمبيه اللي فاتت في طوكيو فعلا فانت داخل على اختبار كبير جدا كبير
كمان منافسه مش بس مع الفرقه الثانيه، مع فرقتك نفسها. مع فرقتي ما هو كابتن عبد الهادي مش موجود. مش موجود في البطوله. بقول لك انه قبل كده اتعمل، يعني انت بتعمل كومبيتيشن مع تاريخ ومع حاضر ومع كل شيء. اكيد طبعا كان دايما زمايلي بيكلموني ان شاء الله هتشيلنا، يعني الليبرو ده عامل زي القشاش ورا بيلم كل حاجه. طبعا بدانا طبعا مباريات كانت طبعا صعبه جدا، يعني والله العظيم بجد ال 25 يوم اللي احنا عسكرناهم بدون مباراه دوليه قبل السفر. رحنا هناك بنسابق الزمن في مستوى، في ان انت عايز تجمع، في ان انت في ناس غايبه وعايز تدخل ناس جديده مكان الناس اللي مش موجوده. انا بلعب في بوزيشن مختلف، عايز اخد على الناس، مين اللي جنبي، مين اللي هشيل جنبه، مين اللي استقباله كويس فانا معتمد عليه. حاجات كبيرة جدا كنا محتاجين حسابات كبيرة. كمان لو حطيت لكم المانيا في دور الثمانية. طبعا عشان يعني خلينا نقول كان هم فاكرين كده بيخدموا المانيا. طبعا يعني خلينا نقول المانيا جايين احنا مخصوص بصراحة عشان يعني تطلعنا. الموضوع كبير جدا. انت كمان يا كابتن هيثم، احنا لعبنا 8 مباريات في 7 ايام. صحيح كابتن سيد قلت لي انت لعبت مباراتين في يوم. ايوه لا لا ده لا سيد لا ما هو ماتشين ودي. ودي كان ودي في يوم. الودي ده على جنب، احنا بنتكلم على الرسمي في الكومبيتيشن. في الكومبيتيشن في 8 مباريات في 7 ايام. طب يبقى كده في ماتش لعبته يوم، لعبته ماتشين. معروف ان بعد كل دور لازم تاخد يوم راحه عشان الفرقه. في 8 ايام دي ما كانش الحال ده كان علينا يا دكتور ولا على كل الفرق؟ لا على كل الفرق. على كل الفرق. على كل بس هو ده اختلف في حاجه برضه زي هيثم. اتفضل يا كابتن سيد. هو المعيار المعيار الاعداد للفرق، هل انت عملت استعدادك البدني الكامل للمعسكر ان انت تلعب كل يوم ماتش؟ دي بقى فرقت معانا احنا في ماتش البرازيل للاسف. صح. احنا جينا في الاخر خالص البدن عندنا غصب عندنا طبعا، البدن عندنا قل جامد. من بعد ماتش المانيا صحيح. من بعد ماتش المانيا ان احنا عملنا ماتش المانيا. بس انا بحييك انت بتعترف بده. لا ما هو ده دي الحقيقه اللي حصلت لنا. مش ينفع نكذب. مش هينفع. بحييك انت بتقول فنيين كنا كويسين لكن نادر لما تلاقي لعيب يقول كده. احنا في اقل من شهر الجهاز الفني عندنا عمل حاجه عمل يعني تركيبه كده يعني غريبه شويه، اللي هو عايز يدخل البدني مع المهاري كله مع بعضه مره واحده. مستحيل. مفيش وقت. مستحيل طبعا. فهو كان بيضغط علينا واحنا طبعا مستحملين، احنا عارفين ان مفيش وقت. فدخل البدني مع المهاري والحمد لله برضو كنا موفقين. بس هو البنزين من بعد ماتش المانيا بدا خلاص بقى ان هو يعني لا بنزين ايه ده عملته. لا خالص بدا اللي بقى المجهود اللي بذل في ماتش المانيا كابتن هيثم مش قادر اقول لحضرتك احنا طلعنا فيه كل حاجه، لان انت يا تخش في المربع الذهبي يا تلعب بقى من الخامس للثامن وكانك ما عملتش حاجه. بس لو سمحتوا بقى مدرب المانيا نزل على صفحته قال ايه؟ قال كالاتي: الماتش بينه وبين مصر انا اتصدمت، يعني زي ما تقول المرحله لا المرحله اللي جايه انا مش مبسوط من اللي شاف. هو مش انا اللي بقول ده، هو اللي كتب المانيا بعد المباراه. بعد المباراه قال المستوى اللي انا شفته من مصر انا ما يعني زي ما تقول قتله. يعني انا بيهيئ لي ان المدرب ده ممكن لما يسافروا باذن الله ما يلاقوهوش، يمكن يكون في مدرب ثاني. لان طبعا شاف مستوى عالي جدا. يعني الاشواط بتتلعب بالصواب ما شاء الله. كابتن هيثم محترفين. كابتن هيثم منتخب المانيا والله مع عدكة استف تقريبا كل حاجه موجوده بالملي. يعني تقريبا 8 أو 9 محلل اداء ومش عارف ايه وايه وايه زي الفرق جاهزه. منتخب مصر الثاني الكبير هم كلهم اوروبا كلها كده. اوروبا كلها كده. هي المانيا اسمها ايه؟ المانيا اسمها ايه؟ لا الماكينات الماكينات الالمانيه يعني يقعد يشتغل من اول دقيقه لاخر دقيقه. وده كان هم، لكن الحمد لله خبره الفريق عندنا. الله يبارك عليك. بسم الله ما شاء الله يعني خبره. وانا عايز اقول لسيادتك حاجه، انا بصراحه انا جاي النهارده عشان اشوفهم واحييهم. شوف لدرجه ايه من المجهود او من الشرف اللي هم حطوه لنا، او ما فيش حد ما بذلش مجهود. طب تسمح لي يا دكتور بقى انا اشكركم كلكم واحد والله واربط على ايديكم. ربنا يبارك في حضرتك واشكر اللي معايا في الاستوديو. يعني حسام جاي من فيوم، عندك السيد جاي من الاسماعيليه، هشام جاي من الغردقه، انا قاعد هنا في العبور. بس انت جاي من الغردقه يعني العبور يعني كامل. انا اللي بشكركم يعني اسمحوا لي يعني ساده المشاهدين، لكن انا قاعد في الغردقه باسم البرنامج وباسم الساده المشاهدين اشكركم. انا عايز اتفضل عشان الحقوق برضه طبعا اللعيبه احنا شكرناهم. ما ننساش برضو ان نشكر الدكتور اشرف صبحي اللي هو وزير الرياضه، لانه ما حجبش علينا حاجه الحقيقه. ما حجبش علينا حاجه. الميزانيه اللي احنا حطيناها قدرنا ان احنا ناخدها وان احنا نسافر بها، سواء بقى طبقا للامكانيات بتاعه الدوله احنا متوازنه فيها. لكن كان اصرار اللعيبه عندنا لا مهما كانت حتى لو برضه احنا هنوصل باذن الله هنجيب بديل. واحنا اكيد يعني ادي واحد طبعا يعني اتفضل يا دكتور. ساعات السفير هناك في سراييفو هم عارفين الكلام دوت،
الحقيقه ما كناش اللي هو سعد السفير ياسر سرور ما سبناش ولا هو والسفاره. السفير ياسر سرور. السفير سعاده السفير ياسر كان معانا على طول. ياسر نور. سرور. سرور. ياسر سرور. بقول اسمه عشان نشكره. ايوه انا بشكره من هنا على البرنامج ولانه برضه عمل لنا حفله واحنا لدرجه ما لقيناش وقت بالمناسبه احنا خلصنا الجمعه ومسافرين السبت الصبح. ما لقيناش وقت غير ان احنا نقعد معاه ونطلع على المطار كانت الاوتوبيسات بالشنط كلها وقعد معاه. جالنا الصبح قلت له في السفاره كان اخباره ايه؟ لا ما رحناش والله. لا مش ما لحقناش والله للاسف. هو كان وعدنا. بستنى عزومه السفاره. لا يا ريس هو كان وعدنا برضه والله لان كنا بنقعد في السفاره ما فيهاش اكل. هو وعدنا بس هو قال لي انا عايز مفيش وقت خالص اديني وقت كل ما يجي يلاقي عندهم مباراه كل ما يجي وبعدين يوم الجمعه اخر بالنسبه لتوقيت المباريات ده لمؤاخذه اتفضل حبيبي اتفضل. احنا في توقيت المباريات كان حصل برضو رغم ان هم غيروا لنا الجدول غيروا لنا برضو مواعيد الماتشات يعني احنا متعودين دايما قبل نهائي يتلعب في نفس التوقيت لعبونا ماتش النهائي قبل النهائي بتاعنا الساعه 12 الظهر كمان ولعبوا الفريق الثاني اللي هو الطبيعي الساعه 6 يعني براحته يعني احنا بنلعب الساعه 12 وهو بيتفرج علينا وبقيه الفرق بتتفرج المفروض بيتلعبوا سوا دايما يعني قبل النهائي او ايه او داخل داخل بالظبط توقيتهم واحد توقيتهم واحد او لعب واحد عشان يبقى تساوي فرص بالظبط برضه اتكلمنا في النقطه دي للشام بيقول لي نقطه مهمه جدا قالوا لنا طب تلعبوا الصبح طب اشمعنى احنا طب الفريق اللي هو هنعمل ما هو قاعد فترة الراحة كده أطول بالنسبة للآخر طبعا احنا لاعبين ماتش ألمانيا ماتش ألمانيا مخلصينه تقريبا الساعة 8 بالليل وفرقة البرازيل لعبة قبلي وتلعبوا تاني يوم الساعة 8 يوم الساعة والله العظيم عشان البوسنة تاخدكم وأنتوا جايين تعبانين بالظبط كده ده حقيقي عشان البوسنة حقيقي أنا عايز أكمل الكورة بقى أنت عايز إيه؟ عايز أكمل الكلام على الكورة كلم اتفضل يا كابتن ده الكورة دي مهمة جدا أنا بس مش عايز أجيبها كده عشان المفروض العريس اللي فينا النهاردة بس الكورة كورة يعني عايز أقول لكم شكلها جميل جدا كورة طايرة حقيقية يعني يعني حاجة بجد ما هو بقى اكمل لك لا احكي لك القصه بقى فانا طبعا الحمد لله بدعم زمايلي فطبعا كملنا بقى الماتشات وانا رحت طبعا الماتش النهائي ولبست بيبقى بعد يعني بعد المراسم بتبقى بعد الماتش النهائي ممتاز فانا عندي احساس داخلي والله وزمايلي زمايلي والله العظيم لا اقسم بالله وزمايلي انت قلت لحد ان انت حاسس انت هتاخدها ولا كان جواك بس كان جوايا واهلي في البيت كذا حد كلمني قال لي انت هتاخد حاجه انت في حاجه هتاخدها في البيست مين من اهلك تحديدا محمد اخويا اخوك تمام كده الله يخليه لك يا رب الله يخليك قال لي بص يا حسام هتاخد انت شكلك هتاخد هتاخد حاجة فانا عارف اللي هو شعور بيراودك بس انت صعب هاخدها مش تقول ازاي هقول لحضرتك على حاجه كنت نازل ده حاجات والله العظيم يعني سبحان الله وحكيتها لسيد انا نازل الماتش النهائي فقلت البس حاجه خفيفه في رجلي والبس حاجه مش تبع المنتخب خالص فلبست وهنزل وبعد كده حسيت ان انا بردان فقلت لا خلاص هلبس الشوز والبس السويت شيرت بتاع المنتخب وانزل زي الرسمي بالظبط وقعدت زي الناس وفجاه لقيت حد جاي بيكلمني قبل المراسم بتاع خمس ست دقائق زي اللي اتقبض عليه بيقول لك اتفضل انزل ده احنا لا ما قاليش حاجه ده بيقول لي انا انت قاعد هنا مش هتتحرك من مكانك فبقول له هو في ايه؟ هو ساعات بيعملوا كده لما يكون في تحليل من النشاطات بس ما احنا خلصين انت جابوني من ريو وانا طالع بالميداليا عملوا قعدت برضه المهم يا دكتور كابتن هيثم دخلت طبعا فما سمعتش هم بيقولوا الجايزه ايه فانا طلعت وقفت اخدت وتمام التمام وزي الفل وهي كوره مش مكتوب عليها حاجه مش مكتوب عليها حاجه المفروض بيكتبوا فراحوا نادهين تاني انا متخيل ان انا افضل ليبرو فانا طلعت وقفت على المنصه فلقيت الليبرو بتاع رمضان بيتنده عليه الله. فانا ايه بقى منتخب ايران منتخب ايران فانا انا ايه او ما يعني مش واخد الليبرو كل ده انا مش عارف مش فاهم انت خدت حاجه هي انا مش عارف فطلعت ريسيفرز يعني طب انت سالت بقى عرفت منين مين اللي قال لك ولا انت فهمت لما الليبرو انا فهمت بقى ان انا افضل استقبال بس خلي بالك افضل استقبال احسن من افضل ليبرو اكيد استقبال ده ممكن ياخدها الاربعه ممكن ياخدها اتنينات ده حقيقي ممكن ياخدها صانع العاب اكيد لانه انما عشان تاخدها كليبر واستقبال فده دليل انت كان ليك دور مؤثر ودور مؤثر كاستقبال الحمد لله بدعم زمايلي والله وخلي بالك الحمد لله انت لما خدت احسن استقبال فتحت السكه اللي ليبرو ايران ياخدها ده حقيقي ما انت خلاص انت طلعت بره المنافسه حقيقي فهو شفت يعني كل ده مربوط الحمد لله ودي قصتك طبعا فرحتها كبيره جدا طبعا والله العظيم قسما بالله انا لاول مره حد من لعيبه المنتخب بياخد جايزه الناس قاعده بتفرح لكل الناس بس انا كان ما اعرفش كنت حاسس في وشوش الناس ان في فرحه مختلفه بالنسبه لي اخواتك والله العظيم
اخواتك دي الروح يعني سر المكسب. تستاهل اخونا الصغير يعني انا وبادئ بعدين طبعا وهو جيلك مستقبله جيل بعد على طول يعني هو معايا يعتبر بس اللي لاحق بعدي على طول اقدم اتنين انا والحناوي بس. طب بس انا عايز اتكلم في اقرب الناس اللي بعدي انا عايز اتكلم في حاجه النشاط المحلي خلينا بس عشان في ناس بيشوفونا بيتفرجوا علينا وعايزك ايوه شفت انا جيت على لازم ابقى اتكلم بالله عليك لازم احنا محتاج لازم النادي الاهلي بنوجه رساله للكابتن الخطيب انه يبقى في رياضات لذوي الاحتياجات الخاصه في النادي الاهلي. عندنا فريق لذوي الاحتياجات بنتكلم على العقد الحركيه الكره الطايره بنتمنى والله بنتمنى ذلك يعني ان شاء الله طبعا نتمنى طبعا كلكم اهلاويه ونتمنى يعني اكيد طبعا تشرفونا بس هنتكلم عن النشاط المحلي يعني برضو في زملاء كتير من اصحاب الهمم او عندهم اعاقات حركيه بسيطه ممكن يلعبوا اللعبه دي بس مش عارف يبتدي منين. مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم كل الاماكن وكل المحافظات فيها نشاط الكره الطايره جلوس ممتاز. هو عموما اللعبه بتاعتنا هي اللعبه الشعبيه الاولى لينا كلنا لكل الالعاب. الكابتن سيد موسى كان في يوم من الايام بطل العاب قوه وعلى فكره محقق اولمبيه في العاب القوه. الحمد لله. يعني قوه كابتن مطاع ابو الخير معانا برضو في الرمح سيدني يا سيدني انا هكمل لك ميداليه اولمبيه وحول ولعب فولي وجاب ميداليه برونز هو انا اصلا معانا برضو كابتن مطاع بطل عالم برضو في ايه برضه في العاب القوه ما جاش بس الكفر مين يودي فين يعني انت ما هو خلاص. انا اصلا لاعب كره طايره من صغري تمام بس لما هي اللعبه الشعبيه لا انا معاك كان عندنا بقى حاجه اسمها لازم تلعب لعبه فرديه جنب لعبه الكره الطايره في مشاريع الشباب زمان كلها فانا حبيت الرمح حلو فمن حسن حظي ان ربنا كرمني والارقام في الرمح بدات تمشي معايا وزادت قوي حلو فاضطريت الفتره دي ان انا قعدت وقفت طايره شويه من 99 لحد 2007 ما يخصص وانا في منتخب مصر ماشي حلو انا الحمد لله رب العالمين في 2006 سافرت كاس العالم في الكره الطايره عملنا برونز وسافرت كاس العالم في العاب القوه في هولندا في نفس البلد برضو بعدها بثلاث شهور عملت فضيه في الرمح ده الحمد لله من انجازاتي يعني فيعني دي برضو كان الحساب ده انا كانجاز وكان الحساب مطوع برضو الاثنين عندنا في الطايره بقى ابطال عالم برضو في الطايره سواء مطوع كابتن مطوع انا بدات العب قوه بس يعني بدات ما عملت زيهم ما وصلتش للعالميه بس ده يثبت اللي احنا بنقوله دايما ان الاعاقه ليست الاعاقه الحركيه لا خالص هنا الاعاقه الخطيره اللي بتبقى هنا اللي واحد يبقى فكره فيه محدود انما الاعاقه الحركيه بالعكس ده ممكن تبقى سبب انه قاعد قدامنا بطل نتكلم عنه في مجلدات. معلش خلينا نرجع بقى للكابتن هشام النشاط المحلي عشان احنا عايزين نطلع من الحلقه دي بحاجه برضو لو حد بيتفرج علينا عايز يشارك. مبدئيا زي ما قلت لحضرتك في كل المحافظات لاي شخص عنده اعاقه حركيه عايز يمارس مش شرط كره طايره جلوس بس اي لعبه تابعه لينا في كل محافظه في مصر نادي مختص بالرياضات ذوي الاعاقه. طب يعرف منين النادي هو مجرد ما هيسال فين النادي اللي فيه الابطال ذوي الهمم او ذوي الاعاقه في ناس كتير عارفاه فهدله في اسماعيليه فيه في بورسعيد فيه في القاهره فيه وفي القاهره فيه كذا طبعا لان القاهره مرحله كبيره فهي اكبر انما احنا لو اتكلمنا عن النشاط المحلي بقى نيجي لجزء يعني فقد كده من سنه مش فاكر كام و90 تمام وقت ما تم اقرار حاجه اسمها او اتنفذت فعليا في مصر الرياضه للجميع ايوه فيما قبل الرياضه للجميع كنا احنا اكتر الناس مستفيدين رياضات ذوي الاعاقه من بعد ما تم العكس ده ما انا هقول لحضرتك السبب انا هقول لحضرتك السبب هو المفروض العكس العكس يحصل ما انا هقول لحضرتك السبب احنا فيما قبل تنفيذ الامر ده او القرار ده كان عندنا فيه بطولات كتير خلال السنه غير النشاط الرياضي اللي هو الطبيعي اللي هو الدوري والكاس وكاس السوبر والحاجات دي مع ان كاس السوبر برده مستحدث ما كناش بنلعبه زمان كان النشاط المحلي اللي هو الدوري والكاس مش هم النشاط الاساسي. امال ايه النشاط الاساسي؟ كان النشاط الاساسي النشاط المحافظات كان في بطوله محافظات كانت بتتلعب بشكل دوري وكان في مراكز الشباب كانت متفعله اقوى من الفتره تقريبا هشام شبه الدوره البارالمبيه بس على صغير كان يعني فكل الحاجات دي كانت ماشيه بسيستم كويس جدا كانت مراكز الشباب بتمرن بشكل مستمر خلال ثلاث تدريبات في الاسبوع وبعد كده بيحصل دورات للمراكز الشباب دي مجمعه وبعد كده بيحصل دورات للمحافظات الدورات اللي كانت بتحصل للمحافظات دي كان بيتم لعب فيها كل الالعاب كانك رايح تلعب دوره اولمبيه الله لعيبه راح تلعب فولي لعيبه راح تلعب سله راح تلعب كل الالعاب موجوده في بطوله المحافظات الموضوع ده فضل يقل يقل من التسعينات لغايه دلوقتي لدرجه انه ما بقاش موجود فما بقاش عندنا غير النشاط المحلي اللي هو الطبيعي داخل المحافظه اللي هو لا اللي هو داخل ناديك بس داخل النادي دوري او كاس والاثنين دول عددهم
في السنة نظرا للإمكانيات قليل. يعني الدوري بيبقى ثلاث أو أربع تجمعات. في نظرة تانية من الوزارة. ثلاث أو أربع تجمعات في الدوري كاملة هم دول اللي بتقابل فيهم على مدى ثلاث أيام أو أربع أيام بالكتير في خلال السنة بتقابل أربع مرات. هذا الموضوع كبير. حلقة طويلة. هم عملوا حاجة برضو يعني سلبية للأسف إن هم فصلوا لعيبة المنتخبات الدوليين كلهم عن المشروع. قلنا هي المشاريع دلوقتي مش شغاله. كانت زمان كان شغال. كل الابطال بيبقوا موجودين. احنا طالعين منها. لما كنت اجي مثلا بطل جنبك عايز تبقى زيه بالظبط كده. عادي تبع الشباب والرياضه بالظبط كده. هو ما ينفعش كان بيشوف كان تبع الشباب فصلونا ودونا شويه راحوا الانديه وباقي الناس اللي بتروح جديد بتروح مراكز الشباب بس ان شاء الله بعدين. الموضوع كبير. الموضوع كبير قوي. الضغط ده عليه ان شاء الله هيبقى حاجه بس يا رب اتفضل. خلينا هنطلع لكليب فيديو كليب عملناه لانجازكم. ربنا يعزك يا رب. استحقوا عليه. عملنا حاجه يعني زمايلي في الاعداد وفي القناه عملنا كليب ليكم احتفالا بالانجاز ده. وهنرجع وهستاذنكم هنقطع تورت على الهواء للتقليد الطبيعي بتاعنا مع ابطال يعني ابطال بقول ابطال عالم وابطال ناس مشرفانا. نروح نشوف الكليب ونرجع. اكيد وعايز تشوف الرجال الحقيقيين والله معايا في الاستوديو هنا والله رجال بجد معنى الكلمه ولا بيهمهم اعاقه حركيه ولا ظروف صعبه ولا اي حاجه. فعلا فعلا يعني خير مثال لمصر. واحنا النهارده في قناه النادي الاهلي الحقيقه مش عايز اقول لكم الطاقه الايجابيه اللي الكباتن مالوا بيها الاستوديو عامله ازاي. ويعني يا دكتور انا بشكرك على وجودك النهارده معانا وكل الكباتن جايين من اخر الدنيا في مصر. كابتن محمد المدير الفني بشكركم. وعايز كلمه توجهها لاولادك وللاتحاد وللمسؤولين بهذا الانجاز الكبير رابع العالم. اول كلمتي اوجه الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي وقناه الاهلي بقياده الكابتن اللي احنا زي ما قال هشام نموذج فعلا هو نموذج لنا كلنا. نمرة اتنين انا بوجه الشكر لكل من وقف مع هذا الفريق واستطعنا به ان احنا ناخد هذا المركز لان هو فيه مر بمراحل كثيرة جدا وفي ناس كثيرة جدا وقفت بجانب هذا الفريق يمكن تكون مش موجودة معنا لكن اللي هو مثلا الكابتن محمد بشير برضو بعيد تاني محمد بشير والدكتور وجيه والدكتور سامح هم مش موجودين معنا دلوقتي. نمرة ثلاثة بوجه للاتحاد الجديد لان الانتخابات هتبقى في شهر 12 انه يرعى هذا الفريق ودي امانه ويعدلوا اعداد جيد لان باذن الله لو تم اعداده عقار لو تم اعداده هيجيب الميداليه باذن الله لبلدنا الكريمه. اشكركم يا كباتن واستاذنكم نقطع تورته كابتن هشام كابتن الفريق كابتن السيد كابتن سام تعالوا كلنا مع بعض دكتور محمد كلنا من اول التورته كده. بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انجاز كبير تستحقوا كل الاحتفال وكل التقدير. بشكركم نجوم منتخب مصر الكره الطائره يعني جلوس رابع العالم. شكرا. بشكركم كابتن حسام بشكرك كابتن سيد بشكرك كابتن هشام بشكرك دكتور بشكرك كابتن محمد مزيد بالتوفيق والدعم ان شاء الله لكل الدعم ليكم ان شاء الله. شكرا جدا اعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا النهارده مع رابع العالم ابطال الكره الطائره منتخب مصر الكره الطائره جلوس الحقيقه انجاز كبير برابع العالم. هنطلع لفاصل عشان ينضم الينا ملكات كره السله في مصر وابطال الدوري المرتبط بعد الفاصل.